ظلام بيعبي المكان، الغبرة، الشظايا اللي بتجي. للأسف يعني موضوع ما في شيء بيوصفه، يعني عبارة عن رعب مو طبيعي. جابوا لنا أطفال أغلبهم عندهم بتر، منهم عندهم شظايا بالبطن والصدر، ورغم إنه الغارة ما انتهت والطيران ما زال في الجو، فكنا ندخلهم على غرفة العمليات ونقدم الشيء الإسعافي والطارئ والضروري لبينما ننقذ هذول الأطفال. وما بننسى هيك قصص. عديت مرات انه دائما الطيران ملاحقنا او نحن عم نشتغل في مكان وانقصف. ما شفناه بالحقيقه وشفناه بالمنامات يعني. الدافع الاساسي انه هدول اهلنا وهي بلدنا وهدول ناسنا واقربائنا وكل يعني نحن واجبنا تجاههم انه ما نتركهم وما نتخلى عنهم بظروف الحرب هاي.